خطة عبقرية وضعها حسن البنا بعد ما قام بتأسيس جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928. الخطة دي قرر ينفذها عشان تحافظ على قوة الجماعة واستمرارها، وعشان تضمن لقيادتها عقد اجتماعاتهم تحت غطاء شرعي. الخطة بتقوم على جواز عناصر وقيادات الإخوان من بعضيهم. ممنوع الإخواني يتجوز حد غير إخوانية، لازم يحافظوا على دمهم وعلى علاقتهم مع بعضيهم، ويحافظوا كمان على التواصل بينهم وبين بعضيهم. مفيش حاجة اسمها ارتباط من خارج نطاق التنظيم. التعليمات واضحة، انت لازم تكون مستعد للاعتقال، وفترة الاعتقال ممكن توصل لسنين طويلة جدا، وممكن ايضا توصل المسألة للاعدام. يبقى انت لازم تكون سايب وراك تنظيم صغير جوه البيت بتاعك يحافظ على كل اسرارك، ويديلك في الحالات الطبيعية ستار شرعي تقدر تتحرك من خلاله. والخطة هدفها الحفاظ على اسرار التنظيم كمان، وهدفها ان البزنس بتاع الاخوان ما يروحش نتيجته لحد تاني غير الاخوان. المعلومات صادمة، بتكشف الستارة عن فكر وطريقة تعامل الجماعة مع المجتمع المصري والعربي، وازاي حطوا حوالين نفسيهم ستار حديدي صعب اي جهاز او سلطة تخترقه. المعلومات اللي احنا هنكشف الستارة عنها جاية من مصادر داخل جماعة الاخوان ذكرناها داخل الحلقة، ومستمدة كمان من شهود ووثائق وأوراق مذكورة بالحلقة. وقبل ما نبدأ الحلقة، شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. أنا أحمد عبد الهادي، وإنت من حقك تعرف. مع تأسيس حسن البنا لجماعة الإخوان سنة 1928، كان عينه على تقوية العلاقات ما بين أعضاء الجماعة وبعضيهم، بحيث يضمن استمرار الدعوة بتاعته بشكل ثابت وراسخ وقوي جدا. حسن البنا قرر يعمل حركة شيطانية وعبقرية جدا لضمان بقاء الجماعة قوية، إنه يعزز علاقات النسب والقرابة ما بين أعضاء الجماعة وبعضيهم. والبداية كانت من عند حسن البنا نفسه، واللي بدأ بيها خطته، ومن بعده قررت الجماعة إن هي تمشي في نفس الطريق حتى مع دخول أعضائها السجون. علي عشماوي، وده واحد من قادة التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، كان له كتاب بعنوان التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين. في الكتاب ده بيوصف علاقات النسب والمصاهرة ما بين أعضاء وقيادات الجماعة بالجواز البيئي، وقال إن عناصر الجماعة بيتجوزوا من بعضيهم بحيث تكون الاتصالات بينهم وبين بعضيهم ليها غطاء شرعي اللي هو النسب والقرابة، وفي ذات الوقت يحافظوا على قوة الجماعة بشكل مستمر. وزي ما قلنا لحضراتكم في مقدمة الحلقة، بدأ النظام ده من بيت حسن البنا نفسه، والبنا جوز أخته الكبيرة من عبد الحكيم عبدين، وده سكرتير عام الجماعة اللي اختاره حسن البنا من بين شباب كتير تقدموا لأخته. أما أخته الصغيرة فوزية، فالبنا جوزها من عبد الكريم منصور، وده واحد من قيادات الإخوان واللي كان شاهد على اغتيال البنا. واتجوزت وفاء البنت الكبيرة لحسن البنا من سعيد رمضان، وده واحد من قادة الرعيل الأول للجماعة والسكرتير الشخصي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومؤسس المركز الإسلامي في جنيف. وفضل الأمر ده مستمر ما بين أعضاء الجماعة وبعضيهم عبر السنوات التالية، والبداية كانت من الرعيل الأولاني للإخوان. فحسن العشماوي مثلا، وده عضو مكتب الإرشاد، جوز إخواته البنات من منير الدلة، وده مستشار في مجلس الدولة، ومن عبد القادر حلمي، والاتنين كانوا من قيادات جماعة الإخوان، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان اللي كان مسجون في قضية اسمها تنظيم 65. الراجل ده اتجوز سمية بنت القيادي الإخواني محمد علي الشناوي، وده طيار سابق وأحد قادة الرعيل الأولاني للجماعة. ومع تعمق جماعة الإخوان في العمل السياسي وتعرضها لمحن وتحديات كتيرة، ودخول عدد كبير من قيادتها السجون في قضايا كان أبرزها تنظيم 65، استغل أعضاء الجماعة المحن دي لزيادة المصاهرات والنسب بينهم وبين بعضيهم، وكانت السجون بالنسبة ليهم فرصة للتعارف أكتر بينهم وبين بعضيهم. عوض عبد العال، وده واحد من قادة التنظيم الإخواني اللي اتجوز من بنت عبد الحميد البرديني، اللي بيعتبر الراجل التاني في إخوان فرع المنصورة بالتأهلية. عوض ده كشف جزء من أسرار خطة الإخوان، وقال: لما كنت مسجون في سجن مزرعة ترى، عرفنا وإحنا جواه إن في دراسة بتقوم بيها بعض الهيئات والسلطات التابعة للدولة المصرية لوضع خطة للقضاء على الإخوان بعد خروجهم من السجن. فاجتمعنا في السجن وقررنا توطيد علاقتنا مع بعضينا من خلال الالتزام بالخطة اللي وضعها حسن البنا، فتبنينا مشروع جواز إخواني لتسهيل التواصل بيننا وبين بعضينا بعد الإفراج عننا من السجون، وبدأ كل واحد فينا يتجوز من عند التاني. عباس السيسي
وده هو كمان عضو مكتب إرشاد الإخوان، واللي كان له كتاب بعنوان في قافلة الإخوان. الراجل ده قال في الكتاب بتاعه إن المباحث بدأت تحرض زوجات أعضاء التنظيم بتاع الإخوان اللي لسه متجوزين حديثا، وتقوم بالضغط عليهم عشان يطلبوا الطلاق من أزواجهم المسجونين، طبعا بحجة إن الزوج محكوم عليه بالسجن المؤبد، ومش من مصلحة الزوجة الشابة إن هي تنتظر الفترة ديت كلها لحد ما يخرج جوزها من السجن. ورغم الضغوط ديت إلا إن كتير من الأخوات وافقوا على الجواز من أعضاء الإخوان المسجونين، رغم إن كتير منهم كانوا مسجونين على ذمة أحكام تجاوزت 20 سنة. ويمكن أغرب جوازة تمت اللي حصلت لكمال السنانيري اللي دخل السجن بتهمة محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية سنة 1954، واللي تم الحكم عليه بالإعدام، ثم تم تخفيف الحكم بعد كده للأشغال الشاقة المؤبدة. كمال السنانيري ده اتجوز من الشاعرة أمينة قطب، أخت المفكر الإخواني سيد قطب. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الإخواني رصد تفاصيل الجوازة ديت في كتاب له بعنوان شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر، واللي حكى فيه إن كمال السنانيري اتسجن وتشردت أسرته لحد ما تم طلاق مراته منه، وبنته توفت وهو في السجن، وكان السنانيري مسجون في نفس زنزانة سيد قطب. وخلال زيارة عائلية لسيد قطب شافت أمينة قطب كمال السنانيري، وطبعا عرفت بتفاصيل حياته، فطلبت من أخوها سيد قطب إن هو يكلم كمال السنانيري عشان تتجوزه. طبعا كانت صدمة بالنسبة لكمال السنانيري، الراجل مسجون ومش عارف هيطلع إمتى، لكن أمينة قطب أصرت على موقفها، وفعلا تم عقد قرانهم جوه السجن، وتأجل الزفاف لحد ما خرج كمال السنانيري بعدها بسنين طويلة جدا، وتحديدا سنة 1974، وكان عمره لحظتها 55 سنة. ومحمد مهدي عاكف اللي هو المرشد السابع للإخوان له هو كمان قصص وحكايات عن الجواز. مهدي عاكف في حوار له مع الإعلامي عزام التميمي في برنامج اسمه مراجعات على قناة الحوار الفضائية، الراجل ده كشف الستار ازاي يتجوز على حسب خطة الإخوان هو كمان. ومهدي عاكف كان مسجون في حادثة المنشية الشهيرة أيام جمال عبد الناصر، وكان عمره لحظة دخوله السجن 25 سنة، وخرج من السجن وسنه 45 سنة. مهدي عاكف وهو في السجن كان بيضحك مع عمر التلمساني اللي هو يعتبر المرشد الثالث للإخوان أياميها، اللي كان مسجون معاه لحظتها وبيسأله: تفتكر يا مولانا مين اللي هتوافق على الجواز مني بعد ما أخرج من السجن؟ وكان التلمساني بيرد عليه وهو بيضحك ويقول له: بص عروستك عندي ما تقلقش. وبعد ما خرج مهدي عاكف من السجن اتجوز فعلا اخت محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، واللي كان مسجون هو كمان قبل كده في تنظيم 65. وبيكشف المهندس محمد الصروة عدو جماعة الاخوان في كتاب له بعنوان الاخوان المسلمون في سجون مصر، بيكشف عن جزء من تفاصيل الجواز الإخواني ده، وقال: وإحنا في السجون كانت الأخبار كل يوم بتوصل لنا حوالين الضغوط اللي بيتعرض ليها عناصر الجماعة برا، ضغط عشان الطلاق وضغط عشان نبعد عن بعض، وده في حد ذاته زود إصرارنا إن إحنا لازم نقرب من بعض أكتر من خلال الجواز الإخواني ده. في كتابه زمن العائلة صفقات المال والإخوان والسلطة كشف الكاتب الصحفي الكبير ياسر ثابت عن نظام علاقات النسب والجواز داخل جماعة الإخوان، وقال إن قضية تنظيم سيد قطب المعروفة باسم تنظيم 65 بتعتبر من أكبر المحن اللي مرت على الجماعة، وبسبب المحنة دي خرجت أكبر موجة جواز ونسب في تاريخ الجماعة ما بين قيادات التنظيم الخاص وبعضيهم بما فيهم محمد مهدي عاكف ومصطفى مشهور. وبناء على الخطة دي الجماعة ما سابتش المسألة للصدف، إنما تبنوا الدعوة وسهلوا عمليات التعارف ما بين العائلات وبعضيها وأشرفوا على كل ده بنفسيهم. وضرب ياسر ثابت الأمثال الكتيرة في العملية دي، زي وفاء أخت محمود عزت نائب مرشد الإخوان اللي اتجوزت محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان، وزي ما عمل خيرت الشاطر نائب المرشد نفسه. وبيعتبر بيت خيرت الشاطر مليان بنسب ومظاهرات مع قيادات إخوانية كبيرة، فالزهراء بنته الكبيرة اتجوزت من القيادي الإخواني أيمن عبد الغني، رضوى بنت خيرت الشاطر اتجوزت من عبد الرحمن علي وده واحد من قيادات الإخوان، وسمية بنت خيرت الشاطر هي
كمان اتجوزت من إخواني بارز اللي هو الصيدلاني خالد أبو شادي، وعائشة الشاطر اتجوزت من محمد الحديدي مسؤول الإخوان في ألمانيا. وهو ده اللي أكده محمد المعتصم في كتابه مصر التي في المقطم، واللي قال في الكتاب بتاعه إن خيرت الشاطر وظف جواز بناته من قيادات الإخوان أفضل توظيف، واستفاد من الجواز ده جدا على مستوى البزنس وعلى مستوى إدارة الجماعة. أستاذ العلوم السياسية عمار علي حسن له كتاب جميل جدا عنوانه انتحار الإخوان، قال في الكتاب ده إن مكاتب جماعة الإخوان في مختلف أنحاء مصر بترصد قوايم الشباب والبنات المقبلين على سن الجواز واللي هم بيعتبروا عناصر الإخوان أو أبناء أعضاء الإخوان، وبتقوم الجماعة نفسها بترشيح الشباب للبنات من منطلق الخطة اللي بتنفذها الجماعة، والخطة دي بتقوم على إن الإخوان يتجوز إخوانية حرصاً على أسرار التنظيم، وطبعاً ضمان لصبر وتحمل الزوجة حالة اعتقال جوزها، وده اللي ساعد تنظيم الإخوان إن هو يستمر من سنة 1928 لحد تاريخ النهاردة. شفتم حضراتكم فكر وخطط جماعة الإخوان وصلت لحد فين؟